من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا تعرف من أنا؟ هذه الكلمة التي ذربت بها ألسننا. أما تعرف من أنا؟ أي إنسان يوقفك البوليسي، أما تعرف من أنا؟ يوقفك هذاك حارس العمار، أما تعرف من أنا؟ يكلمك المعلم، أنت أب التلميذ، أما تعرف من أنا؟ صارت ألسننا كأنها ذكر، صارت ألسننا رطبة بهذه الجملة. أنا تعرف من أنا؟ ومن أنت؟ ولو كنت أنت ممن شأنه أن يعرف ما قلت أما تعرف من أنا، لكن لما كان لا شأن لك تطاولت وقلت إلى من يقول لك أيضا أما تعرف من أنا؟ فقاله أما تعرف من أنا؟ فقال بلى أعرفك معرفة جيدة، أولك نطفة مذرة. هذا أنت، ما شاء أنت، يعني أنت الدكتور فلان والأستاذ فلان والمهندس فلان وصاحب التجارة فلان وطالب القرآن فلان والمدير فلان هذا أنت؟ لا هذه نعوت سرعان ما تزول، تريد أن تعرف ما أنت. أنت نطفة، وتلك النطفة إذا مكثت ويبست مذرت ونتنت وراحت وتغيرت، أنت صاحبها وتشمئز من ريحها، هذا أنت. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. لو لم تدفن ولم توار التراب أحب من أنت أحب إليه من نور بصره، يشمئز منك وينفر. هذا أولك وهذا آخرك، وبين ذلك تحمل العاذرة، هذا أنت. فاستحي الولد. ولهذا كانوا ينصحون بترك الكبر، من آتاه الله بسطة في دنيا في علم فلا يسود جمال ما آتاه الله بالكبر، لا يشينه. عربية حسبي بها النك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيء.